اهلا يا طنط، اتفضل. اهلا يا حبيبي، زيد فضلك. عمر عندك؟ لا الحقيقه عمر بقاله كتير ما بيجيش عندي. ازاي ده؟ بيقول ان بيبقى عندك دايما وبيذاكر معاك. للاسف لا. طب ما تعرفش بيروح عند مين من صحابكم؟ هو مع ناس مش صحابنا. مش معاكم في المدرسه برضو؟ لا. طب بيروح عند مين؟ ما تعرفش هما مين؟ انا وصلته مره لبيت واحد منهم، بس انا ما اعرفش الانام بالظبط، بس ممكن مره اوصل حضرتك للبيت لو عايزه. يا ريت يا ابني، الله يخليك، تعالى وديني. اتفضل. خدوهم بره لغايه لما اطلبهم. وانت سالم بقى، عايزك تكمل جميلك وتروح العنوان اللي قالوا عليه ده، تشوف مين هناك تجيبه وتيجي. يا عم خالد، يا عم خالد ارحم، احنا بقى لنا اكتر من 14 ساعه بنشتغل. معلش يا سالم، احنا خلاص قربنا نقفل القضيه، نتعب النهارده شويه عشان نرتاح بكره. ده عشم ابليس في الجنه. عن اذنك يا باشا. وريني المحضر. وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنه وانا في النار. وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار. امي عمر، تعالي تعالي، مش حد الا غيرك. مالك يا ابني؟ يلا يا ابني، يلا حبيبي، يلا عشان نروح بيتنا. يلا. لا يا ابني، انا مش راجع البيت ده تاني، خلي سيكالب بقى يبرطع فيه لوحده. يلا يا ابني، ما تعبش قلبي اكتر ما هو تعبان عشان خاطر حبيبي. يلا ما تلحقش في قلبي. اه يا راسي. بعدين بقى يا ابني، تاخديني عليكي ولا ايه؟ مالك؟ تعبانه منك، الدم فاير في دماغي. والله يا اما انا تعبان اكتر. طب يلا بينا نروح، ولا انت عايز تقعد عند صاحبك واهله؟ صاحبي ملوش اهل، صاحبي قاعد في الشقه دي لوحده هو واحد تاني. يبقى هما دول من ماله دماغك. كنت عايز الفلوس ليه؟ يوووو يا ابني رد عليا، كنت بتسرق امك ليه؟ عشان ادفعها قسط جمعيه مع اصحابي، ونلم فلوس نجيب بيها تذاكر السفر لاوروبا. الله يخرب بيت السفر وبيت سنينه. يا ابني بص لحالتنا، ده احنا عايشين بالتيله، حرام عليك. انا عشان كده ماما عايز اسافر. انا مش بعمل كده عشاني، انا بعمل كده عشانك انت كمان. انا مش عاوز اكتر من اللي انا فيه. الحق يا ابني، الجلابيه شبكت في المسمار، الحق احكولي. حاسب يا ماما، حاسب. يا حبيبي ايه ده؟ ايه ده؟ مش عارف يا ماما. مش عارف؟ صاحبك ده بيشتغل في ايه؟ هو بيشتغل في المزيكا والاغاني. في حد اتظبط؟ قبضوا عليهم. يبوظ علينا ليه؟ أخيرا وقعت يا بطل. وقع في إيه يا حافظ الظبط؟ أنت هتستعبطي؟ مش عارفة ليه؟ الكاسيت الفيتي ده بتاع أنهي عربية؟ الحاجات دي مش بتاعته يا سعادة البيه. أمال بتاعت مين؟ ما هو مفيش غيرك أنت وهو. يبقى بتاعتي أنا. أيوه بتاعتي. هو مالوش دعوة بيها. ما عرفش عنها حاجة. مش كده يا عمر؟ اتأخرت عليك شوية، معلش. لا ولا يهمك. ايه لقيت ايه؟ دخلهم يا ابني. تمام يا فندم. أبوس إيدك يا سعادة البيه، أبوس إيدك. خليهم يسبوك، هو ما عملش حاجة. أنا اللي عملت. عملتي؟ عملتي إيه يا أمي؟ حياة أمك عندك ولا كلمة. أرجوك يا سعادة البيه، خليهم يسيبوك. ده أنا تعبت طول عمري عشان أربيهم وأطلعهم مراكز كويسة. بالسرقة طبعًا. يا حرامية يا بنت. أوعى. وغلوة أمك، هو عنده حق. والبيه طلع ابنها، تخيل. ممكن أعرف إيه اللي حصل؟ قبضت عليهم إزاي؟ لقيتهم قاعدين في الشقة المشبوهة، واكيد طبعا ان الست دي تبقى رئيسه العصابه،
ولقيت الكاسيتات المسروقه في الصندوق ده، وهي اعترفت ان هي المسؤوله عن كل حاجه. مالك يا ابنك؟ ابنك يا حراميه. عملت ايه؟ انا هو ما عملش حاجه يا سعاده البي، انا المسؤوله. رد عليا، عملت ايه؟ عملت ايه؟ ماما اتاخرت قوي يا سوسن. انا بقول نكلم خالد في الاسم ونشوف هيقول ايه. لا لا لا، المساله مش ناقصه انها تولع ما بين عمر وخالد اكتر ما هي ولعه. الاحسن ان احنا نستنى ماما، احتمال تكون لقيت عمر. لا 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 قوي يا احمد. لا ان شاء الله خير. بقول لك يا سوسن، ما تخش تستريحي شويه، شكلك تعبان. استريح، ومين بس هيعرف يرتاح وماما لسه ما رجعتش لحد دلوقتي. على فكره سياده المامور مهتمه قوي بالموضوع ده. طيب روح انت يا سالم وانا هتصرف معاهم للصبح. تصل على خير. قدمنا لك خير. سيبنا لوحدنا لو سمحت. حاضر يا فندم. اتفضلي اقعدي يا امي. لحسن يكون في احراج ليك، مفيش داعي من القعاد. لو سمحتي اقعدي يا امي. طب تمي جميلك يا حبيبي بقى ومشي اخوك. امشي عمر؟ ده انا هخلص عليه بايديا دول. عشان خاطري يا ابني، لو في اي حاجه ضده انا مستعده اتحملها مكانه. ازاي بس يا امي؟ ازاي؟ زي الناس. انا ام وخايفه عليه زي ما خايفه عليك وخايفه على مركزك في وسط زمايلك. يا امي انا ما يهمنيش مركزي وما يهمنيش كل اللي موجودين بره دول. مستعد افتح الباب دلوقتي واقول لهم ان انتي امي. ازاي بس يا ابني؟ هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم امي حراميه واخويا حرامي؟ كوكي اوعي تقولي على نفسك كده. الزفت ده هو سبب المصايب اللي احنا فيها. يا اخي حرام عليك، حرام عليك اللي بتعمله في نفسك وفينا. اقول عليك ايه بس؟ صدقني يا خالد انا ما عملتش اي حاجه. اسمعني بس. انت تخرس خالص. عايز تعمل فينا ايه اكتر من اللي انت عامله؟ اتفضلي يا امي، اتفضلي اقعدي. فز قوم. عايز تقف كمان؟ هاي امي، عايزك تحكي لي اللي حصل بالظبط. مشوا عمر الاول. يا امي ما ينفعش، البيه هيتعرض على النيابة وبعد كده هنرحله للمحكمة. عشان خاطري يا ابني. يا أمي ما ينفعش، ما أنت شايفة كل حاجة قدامك أهو. ادخل. تمام. الحاجة أمين محمود. حضرة المأمور عايز المحضر بتاع الناس اللي طابت علينا النهاردة. هو الظابط سالم عدى عليه وهو ماشي ولا إيه؟ أيوة يا فندم. طيب، روح أنت دلوقتي وأول ما يخلص المحضر أنا بعته لسيادته. تمام. شفت الكارثة اللي أنا فيها؟ أعمل إيه دلوقتي؟ أعمل إيه؟ عشان خاطر حبيبي مشي أخوك وحجزني أنا عندك. بكرة عرضني على النيابة وأنا والله العظيم تلاتة ما هفتح بوقي ولا أقول إن أنت ابني ولا أعرفك حتى. إزاي بس يا أمي؟ إزاي؟ أبقى عارف إن أنت بريئة وأحجزك؟ يا ابني عشان خاطر مفيش حل قدامك غير كده. لبسني أنا القضية ومشي أخوك. أنا خلاص عملت كل اللي عليا، ربيتكوا وكبرتكوا عشان خاطر حبيبي. مش اخوك، مش عمر. ما اقدرش يا امي، ما اقدرش اعمل كده. الايد اللي ربت وشالت ومسحت البلاط علشان خاطر ولادها يكون ده جزاها. اسمع، انت هتمشي من هنا دلوقتي. أنا مش همشي وأسيب أمي، ولو سمحت اسمعني بقى. راجل، راجل يالا، كانت فين مرجالتك دي لما كنت السبب في القض على أمك؟ هتمشي من هنا على مسؤوليتي الشخصية، ومن هنا على البيت. قسماً بالله العظيم يا عمر، لو رحت كده أو كده، لأجيبك من تحت تقطيع الأرض، وهخلص عليك بإيديا دول، مفهوم ولا لأ؟ ربنا يخليك يا ابني وما تحرمش منك ويطول لي في عمرك ويعليك كمان وكمان يا حبيبي. ايه مالك؟ ماما فين؟ انت شفتها؟ عمر
عمر، ماما كانت معاك؟ ايوه. وهي فين؟ انت ماما جرى لها حاجة؟ انا السبب، انا السبب. عملت في امك ايه؟ امك في الاسم مقبوض عليها. ايه؟ اكيد بسببك يا جبان. ايوه، وديت امك الاسم وغيرتها. احمد استنى بس، قول لنا ايه اللي حصل. رد عليا، عملت في امك ايه؟ وكمان جاي تعيط زي النسوان؟ اكيد عملت عامله سودا زي وشك. رد عليا، امك فين اسم؟ الاسم اللي فيه خالي. كمان اخس عليك اخس. روح لها، روح لها يا احمد بسرعه، روح لها انت. عملت ايه يا عمر؟ غصب عني والله. هو ايه اللي غصب عنك؟ ماما متهمة بايه؟ بالسرقة. سرقة؟ امي؟ انت سرقت يا عمر؟ لا والله لا. احكي لي دلوقتي حالا ايه اللي حصل؟ طب ليه يا امي ما قلتليش الحقيقة دي على طول؟ يا ابني حبيبي خفت على اخوك. ما كانش هيحصل له اي حاجة قوي. الشقة مش شقته، والحاجات المسروقة ما عليهاش بصماته. المهم دلوقتي بقى العيال اللي احنا قبضنا عليهم دول ما يعترفوش ان هو كان مشترك معاهم في السرقة. لا انا متأكدة ان اخوك ما يسرقش، لان لما رحت العنوان دوت لقيته قاعد لوحده، ولما اتفتح الصندوق ما كانش يعرف ان في قلبيه حاجات مسروقة. امي ازيك؟ ايوه يا احمد ازيك يا حبيبي. اللي جابك يا احمد؟ ايه يا خالد؟ دي برضك امي. طب ما انا معاها اهو. وانا كمان لازم ابقى معاها. اخبار عمر ايه؟ برضك عمر يما اهو متلقح في البيت، انا قفلت عليه هو وسوسن. انت ايه اللي عملتيه ده يا امي؟ احمد ارجوك روح. اسمع كلام اخوك وروح يلا عشان اخواتك. انت ازاي تسمح لنفسك انك تبهدل ماما كل البهدله دي؟ ابوس ايدك يا سوسن، انا على اخري ومش مستحمل كلمه زياده. ليه ان شاء الله؟ ابتديت تحس اخيرا؟ يا سوسن ارحميني. وانت ليه ما كنتش رحمت ماما بعد كل التصرفات اللي انت عمال تعملها لحد ما وديتها الحبس؟ اعوذ بالله عليك، اعوذ بالله. انا هروح اعترف لهم بكل حاجه، ولو ما صدقوش هقول لهم ان انا اللي سرقت. بعد ايه يا استاذ؟ بعد خراب ملطه؟ انا مش هسكت. انا ما سرقتش والله العظيم، ما كنت بسرق معاهم. ما اصابك دنيا انا الام، امتى